مساء الخير صبايا. اليوم رح نعمل المعجوق. انا ما بدي اعقدك اخليكي تتأيدي بنوع لحمة معينة. عندك لحمة شقف بتقدري تفرميها وتعمليها، عندك كبابة اللي هي عبارة، نحن الحلبية بنسميها كبابة، لحمة بتندار دورين. بتريدي لحمة بشر كمان بتعمليها شوي على المكسر بتنعم معك. أي كبابة لحم، عفواً أي لحم متوفر عندك، تجي بالتبلي ملح، بهار أبيض بهار أسود فقط لا غير. بتعجني بهالطريقة بهالطريقة، مثلاً عندك كيلو أو نص كيلو، تعمليهم طابات بهالطريقة، ماء مسلج، شوفي ماء مسلج، تعمليه بهالطريقة هيك، وبتصفيهم بالصينية مثل هالصورة هاي، وبتحطيهم وين؟ بالبراد ليبردوا، مشان انتي وقدك تشكليهم يكونوا سهل تشكيلهم. طيب طالعتهم، أنا هلأ كانوا بالبراد، طالعتهم بقفى الصحن. بدك عكيس نايلون بس على راحتك، لا على قفا اي صحن عندك، وانتي اختاري الحجم اللي بدك اياه. بللت هذا تلج، ما مسلج، مي بارده مع تلج. بليت انا بهالطريقه، شوفي بعمل هيك. اللحمة المفرومة الناعمة انت ما رح اخليكي تتأيدي بنكهات انا اجبرك فيها، انت كل مرة اتفنني، ما ضروري يقلولك مثلا تعتبريها مثلا خط، يعني اذا تجاوزتي انه خط احمر، لا ما هو خط احمر، انت اختاري النكهات اتفنني فيها. ما تعمليها مثل مثلا دايما مثل المعجوقة التقليدية اللي هي عبارة عن لحمة وجبن وقلوبات وفليفلة حمراء وفليفلة خضراء وبصلة. أنا هلأ اليوم عملت بتوم، حطيت شوي أوريكانو. انتي كل مرة تفنني، بس الأساسيات الجبنة هي اللي بتعطيها النكهة الطيبة، وشوية مكسرات وشوية مكسرات. طيب أنا هلأ هاي بتوم، بحط اللحمة بالوسط، والفطر طبعا ما ننسى. ما بدي اجيب انا على الكنار، ما رح اجيب على الكنار، بدي اخلي شيء تقريبا نص سنتي او سنتي. انا هلا هاي الجبنه، كتري جبنه لانه اطيب، كل ما كترتي جبنه بطلع اطيب. دايما لا تخلطي الجبنة على اللحمة إذا اللحمة سخنة، مشان ما تسيح فيها تروحي، لأنه هي أحلى شيء في الجبنة بأول سيحانة. مو بمعنى أنه أنا ما كل دقيقة بدي أسخنها. هلأ أنت وقت اللي بتسيح معك بالكبابة بتجي أنت إشي وقدها تعمليها رح تسيح معك لتاني مرة. أنا هذا قصدي من هذا الكلام. شوفي مشان تتشكل معي طريقة سهلة، مديت إيدي مي، كبست بهالطريقة، بدي أساويها أنا قد الصحن. وقت اللي بتشويها على الغاز، يعني كمان ما بدي أخليكي تتأيدي، ما ضروري والله فرن، بالغاز بتحطي زبدة، بتحطي سمنة، اختاري الدسم اللي بدك اياه، وبعدين طعمتها بتفحيمها، لأنه بصراحة هي شوية على الفحم غير طعم، غير طعم. هي صارت معك بهالشكل. بجي بعمل هيك أنا وبشيلها، شوفي شقد سهل عليكي الكيس النايلون. بعملها هيك، ساويت هيك، تمام؟ وامتى بالفريزر، ما بقى بهمني مثل هدول. شوفي امتى بالفريزر، وقت اللي بيجيني الضيوف، وقت اللي بدي اياها انا كل مره بدي اعمل، لا بطالع كيلو كليين بساويهم كلياتهم، كل ما بدي بقيمهم بهالصوره، وفورا على الغاز وبدخنها، بحطها بهالطريقه. نحن عرفنا تشكيلها. أعمل لك قرص تاني،
هيك تعملي مثلا، ما بدك ايدك هيك، اريح لك. مثل ما قلنا بنترك الكنار فاضي. أنا هاي إلى توم، هديك ما إلى توم. عملت لأنه ببصل وفطر وفليفلة خضرة وفليفلة حمرة وبهار وجبنة، هي الأساسية. شوفي ايش قد أكتر جبنة، بدي اكثر جبنه لانه هي طعمتها بالجبنه. هاي الجبنه فرسانه، هي الاشقوان بتصير اي جبنه اشقوان. وحطيت انا مع جبنه شيدر، هاي شيدر، هاي هي الشيدر كرافت. بترك مثل ما قلنا 1 سنتي او عقدة، نص عقدة اصبعة، وهلا بسكرها بهالطريقة هيك. برد بعمل مي هيك، وكيس النايلون هاد، وبكبسها وبشكلها على كيفي وبرتبها على كيفي. هي هي المعجوقة، ما في اسهل منها. هلا في ناس مثلا بحطوا معها معلقه برغل، هذا تفنن لحالك انت على راحتك. انا مره جربتها بنص معلقه فريكه بس، حطيت للكيلو، اعطتها طعمه تاخذ العقل. انت كل مره تفنني، لا بقى تتايدي بمقادير. مثلا هذا انت ايش بتحبي الطعم اللي بدك اياه بتساوي. انت اول شيء تعلمي الطريقه الاساسيه، بعدين انت تتفنني. أنا لسه ما عجبني تشكيلة، بدي أرجع. هلأ مثلا أنت، أنا شفت هون مبين الحشوة، ما في مشكلة تعملي هيك. هي مو باردة، بتساعدني أنه تتشكل بسهولة. خلاص برجع بعملها هيك. يعني بمعنى انه انت كوني صاحبة حيلة. طب بدي ادلك على شغله، انا هلا زادت عندي هالحشوة، ما بدي اعمل معجوقة، اخذت كفايتي، عملت لي 8 اقراص حاج وزاد عندي، انا حطيته فوق بعضه. هالحشوة تحسني تعمليها لازانيا، تحسني تعمليها على طريقة البيتزا لازانيا بس بدون صوص. طيب انا هلا الغاز خلص عندي، انا حويت حوي هاد، انا مالي بسوريا بس يعني احيانا بتحصل. طيب انا بدي اسلق، بدي اكمل شغلي، وبدي يجي جوزي يلاقي الغداء جاهز وخلص الغاز، بس عندي هي. انا خففت المي كتير، حطيت نقطه زيت، وهلا انا عم بسلق المعكرونه. انا المعكرونه ما بدي اياها مسلوقه كتير مشان تحافظ على هالشكل الحلو المرتب، عرفتي؟ وبحطها بهالصينيه، وبدهن الصينيه زبده او سمنه، وبحطها بالصينيه، وبحط الحشوه، وبحط الجبنه مع الصوص الابيض. اهلا وسهلا فيكي.